تمام. هنا انا على فكره عملت انيميشن بسيط للكاميرا، انيميشن عادي خالص زي اللي احنا عملناه في الورشه قبل كده، بس انا هنا في الافتر احط تكست، ومش محتاج اي حاجه تاني غير ان انا اطلع اوبجكت بفر للسين ككل، مش محتاج لكل اوبجكت لوحده. فهروح بما اني محتاج حاجه كده، فهروح هنا للنال ده وهحط هنا كده، هطلع بس بره الكاميرا عشان ابقى شايف النال ده فين، وهرفع النال فوق يبقى فوق الترابيزه بالشكل ده، هخليه ريكتانجل وهخليه على اكس بحيث ابقى عارف هو فين بالظبط. هو كده يبقى فوق الترابيزه، تمام. يبقى فوق الترابيزه هيبقى في الجزء ده كده، ده هنسميه التكست نال. ما افتكرش ان انا هحتاج، مش هحتاج انا حاجه تاني غير ان الاوبشن كده. ده لو فكرت حتى ان انت تاخد شوب علوي للمنظر ده، خلي بالك من حاجه، ان الريندر من البرسبكتيف هيختلف عن الريندر من الكاميرا، لان الريندر من الكاميرا احنا مظبطين الفيزيكال كام عشان ندي اضاءه زياده، خلي بالك قوي من الحته دي. ما افتكرش ان انا هحتاج اي حاجه تاني. كل اللي انا هعمله ان انا هروح نقل واحد كل ده، خلي الكاميرا دي فوق كل حاجة دي عشان تبقى مع نفسها. هي المفروض دي سين بتاعتي، تمام. فانا همشي هاخد السين بتاعتي كده كلها واعمل Alt G، وهقوم رايح عامل كومبوزيتنج تاج وادي اوبجكت بفر رقم واحد. انا مش عايز اكتر، يعني مش عايز اكتر من كده. اما الاخ ده فانا هروح هنا لبيزك، وهروح ل الكالر الاون، طبعا مش هتفرق في حاجه، بس الفكره بس انا عايز ابقى شايف النال ده في السين عشان ابقى عارف مكانه. بس مش هحتاج اعمل اي حاجه تاني. كنترول اس، وهروح هنا زي ما انا قلت. انا انت رندروا حتى انتوا في، ولا وليكن حتى فريم واحد مش مشكله، بس اهم حاجه الدنيا تمشي. فروم انا رندر لل 200، هسيبه يعمل رندرنج مالتي باس. هو يا دوبك الاوبجكت بفر ورقم واحد، وممكن ايه كمان اخد الريفليكشن والسبيكولر والريفراكشن والار جي بي اي عشان الارض بس. هو ده انا سيف، هسيب على اوبن اكس ار ام او في اكس ورك شوب، ما عادش اسمها مورنينج بقى، تمام. هنسميها سيكريت، وهنقول له ريندر اس اندرسكور، هناخد دي كنترول سي، ودي هنسميها او نحط كنترول في ام بي، هختار مالتي باس دي. هنا هتبقى اس اندرسكور الفا، هعوز الالفا، وهنا برضه كنترول في بس دي هحط جنبها ام بي عشان ابقى عارفها، واقوم قايل له سيف، وبرضه وهسيبها جي بي جي عادي خالص. دي نفس الموضوع، هقوم قايل له سيف، واقوم قايل له انكلود 3 دي داتا بس كنترول اس. كده كده انا هعمل الفا، واقوم اعمل تيبيكال الدنيا تمام. اوبشنز هخلي بس ري ديبس ده 6، والشادو ديبس 6، وريفليكشن ديبس 6. لان انا ليه انا عملت كده؟ لان انا عندي هنا ادي واحد، ادي سيرفس في ريفليكشن وريفراكشن،
وراه صرفة تاني برضو فيه ريفليكشن وريفراكشن، فمش عايز ان دول يأثروا على بعض، عايز الري يخش ويعدي من ده وبعدين يخش يقابل ده فيعدي منه، فاخد ريفراكشن وريفليكشن شكلهم كويس. الهير ريندر، طبعا الهير ريندر ده علشان البتاع اللي احنا كنا عاملينه بتاع العنكبوت. فيزيكال افتكر هسيبه على كده. جلوبال الومنيشن هيطلع فليكر بالهبل، لان طبعا انا عامل السامبل بلو، بس ما علينا من الفليكر بقى لو طلع حتى مش مشكله. وبعد كده نبدا نرندر، وبقى نشوفكم في المحاضره بتاع الابتر اللي تبقى بسيطه جدا مفيش فيها اي مشاكل.